بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عزيزاتي طالبات الصف السادس ابتدائي في مادة الرياضيات. سوف نتعرف يا مبدعات على درس جديد وهو بعنوان الوسيط والمنوال والمدى. فكرة الدرس سوف أجد وأفسر الوسيط والمنوال والمدى لمجموعة بيانات، وأيضا سوف نتعرف على المفردات لدي مقاييس النزعة المركزية، وأيضا الوسيط والمنوال والمدى. لدي مبدعات، يوجد هنا لدي مقاييس النزعة المركزية. لدي هنا يا مبدعات، تعرفنا سابقا على المتوسط الحسابي، تعلمنا كيف نجد المتوسط الحسابي، نجمع البيانات ونقسمها على عددها ثم نجد الناتج. أيضا لدي من ضمن المقاييس يا مبدعات الوسيط، وهو يا مبدعات العدد الأوسط للبيانات المرتبة من الأصغر إلى الأكبر أو العكس. إذا هو العدد الأوسط للبيانات المرتبة من الأصغر إلى الأكبر. ننظر هنا يا مبدعات، يوجد لدي بيانات 3 4 8 10 12. ألاحظ يا عزيزاتي أنها مرتبة من الأصغر إلى الأكبر. طيب ما هو الوسيط يا مبدعات؟ الوسيط لدي يا عزيزاتي 8. أحسنتم يا مبدعات، إذا هنا يوجد لدي الوسيط هو العدد 8. طيب أيضا لدي هنا يا مبدعات 2 4 6 8 11 و12. ما هو الوسيط لهذه المجموعة؟ ممتاز، يوجد لدي عددان. إذا راح يكون الوسيط 6 زائد 8 أقسمها على عددها 2، إذا راح يساوي 7. أحسنتم يا مبدعات. طيب أيضا سوف نتعرف على المنوال. لدي هو يا مبدعات القيمة أو القيم يا مبدعات الأكثر تكرارا في البيانات. إذا هو القيمة أو القيم اللي تكون أكثر تكراراً في البيانات. يوجد هنا لدي مجموعة من البيانات، ما هو أكثر عدد يا عزيزاتي تكرر؟ ممتاز يا رائعين، العدد 28 وأيضاً 46. إذن المنوال هنا لدي هو العدد 28 وأيضاً 46. أحسنتم يا مبدعات. طيب ننتقل يا عزيزاتي إلى المثال الأول. لدي هنا يوضح الجدول مجاور عدد الطيور النادرة في 11 حديقة حيوان. المطلوب أن أجد الوسيط والمنوال لهذه البيانات. أول خطوة يا مبدعات راح أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. أحسنتم، إذا راح يكون ترتيبها 12 16 18 أيضا 18 25 28 30 34 36 42 أيضا 44. أحسنتم. طيب ما هو الوسيط لهذه الأعداد؟ تعرفنا على الوسيط هو العدد الأوسط. ممتاز يا راعين، إذا لدي العدد 28 هو الوسيط. وما هو المنوال؟ إحنا تعرفنا سابقا المنوال هو العدد الذي يتكرر أكثر من مرة. ممتاز يا راعين، إذا لدي المنوال هو العدد 18. أحسنتم عزيزاتي. ننتقل إلى فقرة تأكد. عفوا، لدي هنا فقرة تحقق. حل التمرين الأول، لدي بنيات، القائمة الآتية توضع عدد الطوابق في 11 بنية. لدي مبدعات بيانات، المطلوب أن أجد الوسيط والمنوال لهذه البيانات. أول خطوة يا مبدعات راح أبدأ بترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. إذا راح يكون لدي أصغرهم يا مبدعات هو العدد 17. أحسنتم. أيضا 19. أحسنتم يا مبدعات. ثم ماذا؟ 20، 21، أيضا 24، أيضا يا مبدعات 30، أيضا بالترتيب. أحسنتم، 33، أيضا 37، أيضا 38، أيضا 40، وأيضا 40. طيب
رتبناها يا مبدعات. إذا ما هو الوسيط؟ ما هو العدد الأوسط يا عزيزاتي؟ ممتاز يا راعين، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا العدد الأوسط لدي هو العدد 30، أحسنتم يا مبدعات. إذا لدي العدد الأوسط 30، إذا الوسيط هو العدد 30، أحسنتم يا راعين. وما هو المنوال؟ إحنا تعرفنا المنوال هو العدد أكثر تكرارا. ألاحظ 40 تكررت لدي، أحسنتم. إذا المنوال هو العدد 40، واضح يا مبدعات؟ إذا تعرفنا على الوسيط، وأيضا يا عزيزاتي تعرفنا على المنوال. إذا تبقى لدي مبدعات المدى. لدي هنا يا مبدعات المدى لمجموعة من البيانات، هو الفرق يا عزيزاتي بين أكبر قيم المجموعة وأصغرها. إذا المنوال هو الفرق بين أكبر قيم المجموعة وأصغرها. ننظر إلى المثال.